نعم أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ليلتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى قضاء وقت ماتع بصحبة الليل والقمر في برنامج أحلى الليالي. أيها الأخوة الكرام، نسعد بحضراتكم في هذه الليلة التي نتمنى إن شاء الله أن تكون ليلة من أحلى الليالي، حيث نسعد بحضراتكم لهذا اليوم. سوف تظهر أرقام التليفونات أو الهاتف المبين الآن على الشاشة، وكما تشاهدون 80 88 000، هذا من داخل المملكة للإخوة المشاهدين الذين يرغبون الاتصال ومحادثة ضيوفنا، وفاكس البرنامج كما يظهر الآن 442-50-11. فأهلا بتواصل الجميع معنا، وأهلا بكم في برنامج أحلى الليالي. طبعا من خارج المملكة لمن يريد أن يتصل في الهاتف، طبعا كما هو مبين على الشاشة الآن، اللي هو 00966-1-808-881. أهلا ومرحبا بجميع مشاهدينا الكرام في برنامج أحلى الليالي. إخوتنا الكرام، نسعد أيضا في هذه الليلة باستضافة ضيفين عزيزين من ضيوفنا في بلدنا الطيب المملكة العربية السعودية. على يميني الآن الفنان الكبير والغائب عن ساحتنا، الفنان سعد جمعة، أهلا ومرحبا فيك. أهلا، حياك الله. مرحبا. وأيضا معنا الشاعر الغنائي الشاب بندر رشود، أهلا ومرحبا فيك. يا مرحبا. تواصلا لحلقات البرنامج، ارتأينا أن يكون هناك تنوع ما بين الغناء والطرب وما بين الشعر طبعا، والشعر الغنائي بالتحديد. سوف نبدأ مع ضيفنا سعد جمعة، ونعاتب سعد جمعة على غيابه عن التلفزيون السعودي، لماذا؟ والله بالعكس، أنا سعيد جدا في أي لحظة من لحظات التلفزيون السعودي يستدعيني، حتى لو أكون في أقصى الظروف، لأن يهمنا برضو أن أي فنان أنه يكون سباق إلى هذا المجال الإعلامي وبالذات التلفزيون السعودي. نعم، الفنان سعد جمعة، أعتقد نحن لدينا وفاء لك، ولذلك يمكن تلاحظ شارة البرنامج موسيقى برنامج أحلى الليالي هي من أغانيك. الفنان أو الشاعر بندر رشود،
نريد إطلالة بسيطة على بندر رشود، من هو في الساحة الفن الشعبية أو في الساحة الشعرية بالمملكة العربية السعودية وفي دول الخليج بعامة؟ والله أنا شاعر مبتدي في بداية المشوار، ولكن ما أقدر أصنف نفسي يعني وين أنا بالضبط. يعني الجمهور أعتقد هو اللي الوحيد الذي يستطيع أن يصنفني. طيب خلنا نأخذ الآن أبرز الأشياء لدى بندر رشود، أبرز القصائد التي تغنى بها بندر رشود. والله تعاونت أنا مع مجموعة من أخواني الفنانين، أبرزهم أخوي سعد جمعة وأخوي خالد عبد الرحمن ورابح صقر والأخ راشد الفارس وعبد الهادي حسين ومجموعة الحقيقة من الفنانين الشباب. طيب لو بغينا نسمع حاجة قوية منك. والله قوية لكن على قدي أسمعك. نسمع. يقول لا تستر الليل والقمرة عن السهران، خل السهارة تموت شوي وتحيابك، ليلك طويل يسامر طرفك النعسان، يا حلو ذاك الحرير اللي تلوابك، جمرك رمادة عسل يا سيد الخلان، من عشت في روضتك وانا تغنابك، عطيتني الورد والرمان والريحان، وصرت لي سيد أقرأ من كتابك، علمتني الحب وكيف ألعب في هالميدان، علمتني كيف أشوف الصبح لإجابك، الأرض يا صاحبي والسقف والجدران استانست لك وكل البيت هلابك، خلك هنية حبيبي يكفي الهجران، اللي تبي ياصلك وانت على بابك، مضيفك لين شافك هم للضيفان، والله مالي حياة زينة هلابك. يا سلام يا العافية. الفنان سعد جمعة فنان قديم وغنيت أغاني كثيرة، وطبعا تعتبر أغانيك اللي تخرج بها أحيانا زي الصرخات أو الصرعات. أنا أذكر على سبيل المثال أغنية باسمك صرخت وصابني نشوة الزار، وأغنية أيضا بإيقاع غربي. أحيانا تخرج بأشياء تكون غريبة على الساحة. هو في الحقيقة كل المقصود من هالشيء يعني مجرد النقلة، خروج بشيء جديد يعني مختلف، نقلة بس لا غير يعني، وفي نفس الوقت يعني أني أعرف جمهوري الكريم أن عندي القدرة أني أغني جميع الألوان اللي حاليا تدور في الساحة. طيب من أبرز الأشياء اللي غناها سعد جمعة؟ والله محببة إلى نفسك أنت أصلا، أي عمل أقوم به يعني يكون محبب لنفسي، يعني أنا ما أقدم على شيء إلا يكون محبب يعني ما ندمت على عمل قدمته؟ طبعا كل فنان له هفوات وله مثل ما يقولون له حسنات وله. ما هو العمل الذي قدمته وندمت عليه؟ إحراج؟ لا ما في إحراج، بس الموضوع يعني أي أغنية مثلا يقدمها أي فنان يقدمها باقتناع طبعا، وبعدين فالجمهور هو اللي يحكم على هالشيء يعني قبل كل شيء يعني. لكن كأنا فنان طبعا أنا استقبل النص وألحنه أو أني أنا أقدمه للملحن، وبعد كذا ندرس العمل، فلما ينزل الناس اللي تحكم مش الفنان، لكن الفنان ينزل العمل باقتناع طبعا قبل كل شيء يعني. طيب ماذا نريد أن نسمع أو ماذا تريد أن تسمعنا في بداية البرنامج سعد؟ من القديم ولا من الجديد يعني؟ والله أنا أفضل من القديم، ما أدري ليش. من القديم. أحس أن القديم يكون أفضل ولا لا بندر؟ والله اللي تشوف. بس بتكون من مع العلم يعني القديم والجديد كله بالنسبة لي أنا أعتبره يعني واحد يعني. بس إحنا نبغى من حاجة من الأشياء القديمة. زي مثلاً يا سعود. يسعود وفي وين الصبر، فأنا راح أسمعكم أغنية وين الصبر يا عين إنهم فقدنا. طيب نسمعها لو ودنا. حاضر. معنا طبعا مجموعة طبعاً من الإيقاعيين، تعرف نعم أسمائهم؟ معنا طبعا على رأسهم اللي هو
خالد بن إبراهيم الجويسر، وفي برضه سعد الزهراني وأحمد شار وماجد عبد الله. على اسم الفنان، على اسم اللاعب ماجد عبد الله، وهذه شايع برضو، هذولا برضو حبايبنا يعني. الله يحييكم والله. طيب نسمع هذه اللي هي وين الصبر. نسمعكم وين الصبر لأن أغنية قديمة. ليش أنت ما تحفظ يا سعد؟ لا بس الأشياء القديمة تعرف يعني الواحد ما يكون زمن. نعم ماضي عليها زمن والواحد يخشى أنها من لها فوات يعني. وإذا ما لقيتها في الدفتر؟ لا موجودة. طبعا يا شباب هي أغنية سامرية. أيوة معنا شباب أغنية سامرية طبعا. بنتي أحد قطعها ولا شيء؟ ممكن. طيب هاتها مما تحفظ على أساس اختصارا للوقت. طيب بسم الله. والانتصار للأقوى. المصارعة الحرة الثلاثاء 11 مساء على ذكريات. جبال تهمة قحطان عالية ومرتفعة ووعرة بعض الشيء.
فيها البر والذرة والشعير وكل حاجة. البادية لها ناس والبيوت لها ناس. هذا المفتاح الأول طال عمرك حق البيت. حاطب بني تنين تشتهر بزراعة النخيل. رحلة مع التراب الثلاثاء 8:30 مساء على ذكريات. نحن نحرص دوما على تحقيق ما يخدم المصلحة العامة. طيب يا عمي في المرور أقول لك لا، أنت ليه تقول لي بكرة تعال خذها؟ في كثير من الأخوان السائقين يقودوا سياراتهم بسرعة عالية جدا. أتحدث إليكم بارتفاع شاهد. الطيران جزء من حياتي. الآن الكاميرا تطوف بكم داخل غرفة المخالفات. إن الغرف التجارية الصناعية لعبت دورا رئيسيا في التنمية. مع الناس الاثنين 8 مساء على ذكريات. طبعاً الفنان سعد جمعة غنيت كثير من الأغاني وغنيت أعتقد فيديو كليب. كم أغنية غنيتها فيديو كليب؟ والله فيديو كليب تقريباً حوالي 8 أغنيات تقريباً يعني أو 6 للثمان للست ما تتعدى يعني. طيب برأيك لماذا يتجه الإنسان إلى أو الفنان إلى الفيديو كليب؟ عموما هو لانه سرعه جديده يعني هو الان الموضه الجديده مثل ما يقولون يعني اي عمل ينزل لازم ايش انه اصحاب الانتاج يقول لك لازم نسجل اغنيه مثلا فيديو كليب على اساس انها تسند برضه الكاسيت يعني بالنسبه لدعايه العمل. هل يعني الا تعتقد ان الفيديو كليب هو مجرد مكياج مثلا للفنان؟ والله بالنسبه للفيديو كليب هو أنا ما أيد يعني الفيديو كليب أكثر بصفة إنه إيش يعني في أشياء يعني معمولة خلفيات وذا يعني زي السيناريو. أيوة. يكون طاغي على الـ 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 الأغنية أو على الكلمة برضه أو على اللحن حتى على أساس الإنسان إنه ما يتجه إلى نقد الكلمة مثلا أو إلى صوت الفنان. نعم. فهو أصبح كفيلم يعني. نعم. فهذا لا بس الأشياء المبسطة دائما مرغوبة يعني. أيوة. بدال الهيلمة الزائدة والأشياء اللي ما لها داعي. نعم. هذه برضو ما لها داعي يعني هذه ممكن فيها خسارة أكثر ما يكون فيها ربح. أيوة. طيب وأنت من خلال الفيديو كليب اللي قدمته هل نهجت الرأي اللي أنت تقوله الآن؟ والله بعد البرنامج أو عفوا بعد الأغاني السابقة اللي أنا عملتها قررت يعني في الأخير أني أنا أركز أكثر على التصوير فيديو كليب. أيوة. ولي تداخلات برضو أنا نعم. في الموضوع هذا. نعم. خلينا نسمع معنا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. يا مساء النور يا أهل وسهلا. في البداية رحب بضيوف الكرام الفنان سعد جمعة والشاعر بندر الرشود. معك الشاعر والصحفية مريم شرف الدين. الله يحييك يا أخت مريم. يا مرحبتي. الصراحة يعني أحييكم على البرنامج. وبعدين على اساس ما ادري للاستاذ سعد جمعه ليش الغياب هذا عن الساحه يعني مو انا اللي اقول نقاط بس يعني حتى لا الحقيقه هو يا عزيزتي ما في غياب لكن الموضوع موضوع اني انا مثلا جالس اقلب اوراقي واشوف اختار النص الجيد يعني نعم انا عموما انا خلصت البوم الجديد وان شاء الله احتمال ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله ينزل هل فيه برضه صرعه جديده او صرخه جديده في الالبوم او نقله خلينا نقول نخففها شوي لا هو مجرد اغاني يعني تختلف عن الاغاني اللي السابقه ان شاء الله اتمنى ان تحوز على رضاكم ان شاء الله طيب اختي فيها سؤال ثاني بعدين أسأل الفنان برضو سعد جمعة يعني يعني مرئياته حول ما يقدم في الساحة حاليا من أغاني سريعة و
ايقاعات سريعه يعني ايقاعات سريعه لا ايقاعات سريعه وبعدين في بعض الاغاني يعني فيها شيء من الاسفار. هو عفوا يا عزيزتي عموما الايقاع السريع منذ القدم يعني ما هو مو غريب علينا يعني فبس هو جاء يعني بطريقة جديدة تدخيل زيادة أرتام إضافات من الأرتام ولا الإيقاع السريع من زمان وهو موجود يعني من بدأ الفن. نعم في سؤال ثاني أختي. والله عندي مشاركة بسيطة مشاركة شعرية بس يا ريت تكون مختصرة وسريعة. لا مختصرة بس يعني ما راح أطول فيها. تفضل. طبعا هي جزء من أوبريت وطني. نعم. بقول فيها وعانك شعاع الشمس وعانك شعاع الشمس كل الزوايا المعتمة وأحاسيس البشر اللي غفل من جور الفساد والظلم وعروق الأرض عروق الأرض اللي تستاهل العشق جو أعيان حضنها مهرة ما تشابه أفحسنها لها خيال استملك رسنها مهرة ما تشابه أفحسنها لها خيال استملك رسنها المهرة هي المملكة وخيالها عبد العزيز صحو الضمير في شعوره ما نامت أو غفت. هذا جزء من مباراة طويل يعني ما بدي أطول عليكم. يعطيك العافية عموما وشكرا لك. شكرا لك. طبعا أنا شفتك بندر تأثرت كثيرا بالشعر ماذا طبعا أنت شاعر وسمعت قصيدة نبغى تعليقك على هالأوبريت. والله القصيدة جميلة جدا. طيب الآن بالنسبة لبندر رشود ماذا قدم للساحة؟ والله أنا مهما قدمت أعتقد أني ما قدمت شيء يعني. سمعنا ان فيها دواوين لك او نعم تحدثنا عنها شوي. والله انا اصدرت كتاب 1412 تقريبا بعنوان انا وياه. ما المقصود انا وياه من هو؟ اولا الكتاب هذا يعني عباره عن ديوان لي خاص شاركني فيه الفنان خالد عبد الرحمن بخمس قصائد سميت انا وياه. نعم اولا الكتاب يعني الفكرة يعني تعتبر جديدة يعني الأول مرة يطلع ديوان فيه شاعرين إنه أخذنا خالد من جانب الشعر. أيوة. وفي يعني قصيدة ورد عليها ولا قصائدك أنت لا قصائد يعني خالد أنا في قصيدة لي عنوانها أنا وياه داخل الكتاب وبعنوان الديوان. أيوة بعنوان الديوان وبالإضافة إنه أنا وخالد يعني أنا وياه برضه فطلع المعنى والاسم جميل يعني. نعم والكتاب الثاني. الكتاب الثاني جديد الشعراء مروا شاركني فيه مجموعة من رموز الشعر راسم سمو الأمير بدر بن عبد المحسن سمو الأمير سعود بن عبد الله سمو الأمير نواف بن فيصل يعني مجموعة شعراء. أيوة مجموعة شعراء. هل ركزت على شعراء غنائيين ولا أي شعراء شعبيين؟ لا أنا ركزت على رموز الشعر رموز الشعر الغنائي. أيوة. طيب وفيها أيضا كتاب ثالث ولا الكتاب الثالث أنا أخذت عملت كتاب أن أغاني خالد عبد الرحمن كلها اللي غناها فوضعتها في كتاب يعني لماذا خالد عبد الرحمن بالذات يعني أنا أعتبره هدية لجمهور خالد عبد الرحمن فقط يعني. أيوة. أيوة أنت من معجبين بخالد عبد الرحمن ومتابعين والله أنا ولا أنت وياه في مصلحة واحدة يعني. والله بالعكس يعني خالد عبد الرحمن أنا أعتبره واحد من أخواني يعني. أيوة. بغض النظر عن الفن يعني. نعم طيب بعد نبغى نختار قصيدة بس بعد شوية بعد ما نأخذ حاجة كده ونسمعها على الهواء ممكن.
ما رأيك يا فنان سعد جمعة؟ شيء جميل الحقيقة، ذا يعني أعطي برضو نقلة برضو. أو هل هذا يشهر الأغنية؟ طبعا بلا شك صح، يعني ما زلت من الشيء هذا فيها نوع من ال 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 ما أدري شو أقول لك، يعني أنا أقولها عنك السخرية من الفنان يعني تقريبا، لكن برضو نقد يعني عموما، نقد هادف يعني. أيوة. فقط لغير، لأن أساسا الجمهور أو المستمع يحب هالأشياء دي، ولا بد أنه إيش يطلع عن طور الجدية يعني. طب بنسمع من بند الرشود حاجة جديدة، نسمع منك. ما بين زفرة وتنهيده وضيقه بال والدمع وصل المحاجر واختنق صدري، ما اشين من القهر لا جاء على الرجال، لا الصبر ينفع ولا ليل رضا يسري، وقت يخوف مدى من القلوب جبال، والغدر بين الحبايب ابتدى يجري، يزينها لانكشف في عيني المحتال، ويشينها لا دروا كل الربع بمري، يزينها لانكشف في عيني المحتال، ويشينها لا دروا كل الربع بمري، وأي إبريل وأي كذبة وأي أمثال، اللي هويته يبيع من الحكي ويشري، مرة يخلي الحياة أصغر من الفنجال، ومرة تصير الليالي كلها عطري، ليه استمر بالطريق الملتوي الميال، ليه استمر بالطريق الملتوي الميال، وليها تحرى سراب اللال والغدري، لصار ذاك الوفي تساوى بالأنذال، وشلون أبوفي مع اللي ما عرف قدري. يعطيك العافية. نبغى نسمع منك حاجة سعد، حضرنا. أنا راح أسمعكم أغنية برضو جديدة لسه طبعا ما نزلت حتى، ما نزلت ولا سجلت. ممتاز، على ما تحضر ناخذ مكالمه معنا على الهواء. تفضل. الو، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن نكلم الشاعر بند الرشود؟ مين معنا؟ امل الحربي. تفضل يا اخت امل. الو، يا مرحبا. مساء الخير. يا مساء النور. والله حبيت اسال سؤال. تفضل. بما تاثرت في مشوارك، بدايه المشوار الشعري من الشعراء يعني اللي وقفت بالشعر؟ والله أنا ما تأثرت بأي أحد الحقيقة، لكن أنا معجب بمجموعة من الشعراء يعني، ولكن تأثروا أني مسألة أن أنا أقلد شاعر معين لا أبدا، يعني مو لازم تقليدي، ممكن تقصد أنا تأثر فقط. لا والله أنا ما تأثر أي شيء يعني بأي شاعر، ولكن أحب مجموعة من الشعراء. نعم، أوكي، خلاص أختي أمل. إي والله حبيت بعد عبر برنامجكم أهني جميع صديقات نسبة النجاح، واخص منهم نوال العبيد وفايزه هادي بالفنكيه. طيب شكرا لك يا اختار. مع السلامه. نسمع هذه الجديده. وش عنوانها سعد؟ عنوانها الا يمجرب الحب. ايوه تفضل. طبعا ايقاعها عربي. نعيم الحب للعاشق عذوبه،
لقى وشواذ وشقال وتافه نعيم الحب للعاشق عذوبة نعيم الحب للعاشق عذوبة لقى وشواذ وشقال وتافه قطار الحظ كيف احظى بركوب قطار الحظ كيف احظى بركوبة وعيش من العمر وامشي معاهم قطار الحظ كيف احظى بركوبة وعيش العمر واسلم من شقاهم شعاع الشمس ابكي في غروبة أنا جليل هل يحصل لقاهم شعاع الشمس أبكي في غروبة وأنا جليل هل يحصل لقاهم ولا يمجرب الحب ودروبة توقف ودي أشكي لك هواهم نعيم الحب للعاشق عذوبة نعيم الحب للعاشق عذوبة لقى وشواق وشجان وتافهم لقى وشواق وشجان وتافهم. يعطيك العافية سعد. طبعا بندر رشود الآن التعاون القائم بين الفنانين والشعراء هل على المستوى الخليجي هل لك تعاون مع أحد من الفنانين على مستوى الخليج؟ نعم. لا ما في إلا المجموعة اللي أنا ذكرتها يعني. طيب بالنسبة للفنان سعد جمعة ما رأيك بما يحدث الآن على الساحة؟ مرضي لك كفنان؟ والله الحقيقة أنا ألاحظ أن أصبح الفنانين بالكم يعني زي الشعراء ولا لابندر؟ أصبح المجموع يعني شعراء وفنانين بكم هائل حتى لو أكثر أو ما يضر ما يؤثر على الإنسان اللي يعني لا هو 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 المفروض أن إيش يعني البقية للأفضل يعني ترى أن هذه زوبعة وستنتهي يعني والله أنا صعب أني أنا أفرض الشيء هذا أو أني أنا يعني زي ما تفضلت أني أنوح عن الشيء هذا فهذا يرجع للناس اللي تسمع برضو هل هناك تعاون بينك وبين فنانين مثل محمد عبده طلال مداح طارق عبد الحكيم لا والله ما هناك تعاون أبداً. أبدا ولا هناك اتصال بينكم لا طبعا ما في هناك أي اتصال هل الفنانين على الساحة يصنفون درجات الآن؟ بلا شك نعم وأنت من أي درجة سعد؟ والله أنا من الدرجة الثانية لماذا من الثانية يعني؟ خلاص هذا حظي طيب تنشد أن تكون من الأولى ولا؟ والله أتمنى يعني وأنا ناشد المسؤولين أنهم يهتمون في هالموضوع يعني برضو يعني طيب هل هو تصنيف المسؤولين هو الحكم على الفنان؟ بلا شك لأن هناك تكوين لجنة تسمع برضو أيوة طيب الآن إحنا معنا فقرة حضرناها على الهواء ونسمعها من المعد عوض القحطاني We'll be right back.
الوقت يدركنا وطبعا زحمنا الوقت كثيرا ولا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نشكر جزيل الشكر الفنان القدير سعد جمعة، ونتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب أن نلقاك هنا إن شاء الله في استديوهات القناة الأولى. ونشكرك أنت أيضا الشاعر الشاب والشاعر الغنائي بندر رشود، شكرا لك جزيل الشكر على حضورك. يا مرحبا. نشكركم أنتم إخوتنا المشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لنا، ومعذرة إذا كان الوقت لم يسعفنا لأخذ المزيد مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج أحلى الليالي. نتمنى إن شاء الله أن نلتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم مع حلقة أخرى جديدة ومع ضيوف آخرين. تحية لحضراتكم، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.